في محاولة للخروج من أزمة فيروس كورونا في جميع المجالات، أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات الوباء التي طالت عشرات الملايين من البشر، فيما تلوح في الأفق نذر المجاعة في مناطق عدة. ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، فإن هناك نحو 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة العام المقبل، أي بزيادة تصل لنحو 40% مقارنة بالعام الحالي. وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة إن العام المقبل سيكون هناك واحد من كل 33 شخصا بحاجة لمساعدة. وكان النداء السنوي الذي تواجهه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى غالبا ما يكون بسبب الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، لكن حاليا يلعب الوباء الذي أودى بأكثر من 1,450,000 إنسان في العالم دورا أكثر خطورة، حيث طال بشكل غير متناسب أولئك الذين يعيشون على الحافة. وقال لوكوك إن الأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص هم من الأكثر ضعفا في 56 بلدا بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.